حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إيتاج. أنا كرار حباب، فاصل قصير وبعدها منصة الفيسبوك، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في منصة الفيسبوك، وما لدينا في هذه المنصة من أخبار وأحداث وترندات، وحلقة اليوم ستكون مخصصة بشكل كامل عن الأحداث الجارية في لبنان، وهذه الأيام هي أيام زوال الصهاينة والذين فتحوا أكثر من جبهة حرب لا تحمد عقباها، وستكون هي الهلاك للصهاينة بكل وعلى جميع الأصعدة. ما يحصل في لبنان تحت أنظار العالم أجمع، أكثر من مئات الشهداء، ولكن الأخوة في لبنان لا زالوا صامدين ولا زالوا يحاربون الصهاينة بكل ما أوتوا من قوة. لدينا في الفيسبوك بيان للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني حفظه الله بشأن ما يمر به الشعب اللبناني، حيث قال: نعبر عن تضامننا مع اللبنانيين الكرام ومواساتنا لهم في معاناتهم الكبيرة بالعدوان الصهيوني الغاشم، كما ونطالب ببذل كل جهد ممكن لوقف هذا العدوان الهمجي المستمر وحماية الشعب اللبناني من آثاره المدمرة، كما وندعو المؤمنين إلى القيام بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية. وبالفعل هكذا ما حصل. خلينا نشوف بيان الحكومة العراقية بالصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني: نعلن باسم العراق حكومة وشعبا في تنظيم الجهود ونقل المساعدات التي يحتشد فيها الجهد الشعبي والرسمي، استجابة لدعوة المرجعية العليا وتوجيهاتها في بذل كل ما شأنه أن يخفف من معاناة الأشقاء في لبنان من خلال جسر جوي وبري، وتسهيل إرسال الوقود لتشغيل محطات الكهرباء التي تحتاجها المستشفيات والمؤسسات الخدمية اللبنانية، فضلاً عن أبوابنا المفتوحة لاستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات العراقية، وبذل كل ما يعزز صمود لبنان أمام ما يتعرض له من اعتداءات وجرائم إرهابية على يد الإجرام الصهيوني. هكذا كان بيان الحكومة العراقية، وذكر أنه فتح جسر جوي وبري لتسهيل إرسال الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية وأيضا المستشفيات والمؤسسات، وأعلن عن فتح أبواب العراق لاستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات العراقية. زين، هذا اللي كان في بيان الحكومة العراقية. لنشاهد بيان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، يقول: استجابة لنداء المرجعية الدينية العليا التي عودتنا على مواقفها الرشيدة وتوجيهاتها الأبوية في الأوقات الصعبة، لا سيما موقفها المتضامن مع شعب لبنان العزيز، ودعما للمقاومين الأبطال ضد العدوان الهمجي للكيان الصهيوني المؤقت، فإن جميع مكاتبنا وفروعنا في بغداد والمحافظات أصبحت ملزمة بتنفيذ وصية المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني أطال الله عمره المبارك، فهذا جزء من واجبنا الأخلاقي والديني والسياسي. هكذا كان بيان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي حول بيان المرجعية العليا. الآن لدينا الحشد، مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، أيضا استجابة لنداء المرجعية الدينية العليا وتنفيذا لتوجيهات رئيس هيئة الحشد الشعبي السيد فالح الفياض، تعلن هيئة الحشد الشعبي عن فتح أبواب جميع مقراتها ومكاتبها في بغداد والمحافظات أيضا
لاستقبال التبرعات والمساعدات للشعب اللبناني من أجل مساندتهم والتضامن معهم بوجه الاعتداءات الصهيونية الوحشية. هذا كان بيان الحشد الشعبي، وأكيد الحشد الشعبي يعني مواقف مشرفة مع جميع سكان الكرة الأرضية إذا كانوا مسلمين وإذا كانوا من شيعة أمير المؤمنين. تجد الحشد الشعبي حاضر في جميع هذه المواقف. ما يحصل في لبنان هو كارثة بكل المقاييس، بدأت بالأجهزة البيجر وبعدها أصبح القصف مباح أمام الجميع، وقصف عشوائي لا لم يستثني لا أطفال ولا نساء ولا رجال ولا صحافة ولا إعلام. كل من في لبنان الآن مهدد حياته في خطر ويعتبر هدف للصهاينة، ولكن الأخوة في لبنان والمقاومة اللبنانية هم صامدين، وأيضا دكوا معاقل الصهاينة بأكثر من رشقات صاروخية، والرد مستمر على طول اللحظات والدقائق. الآن لدينا العتبة الحسينية المقدسة، وأيضا امتثالا لتوجيهات المرجعية العليا، العتبة الحسينية تعلن تسيير قافلة طبية كبرى لإغاثة الشعب اللبناني. يقول أعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة عن تسيير قافلة طبية كبرى جوا وبرا لإغاثة الشعب اللبناني، وذلك امتثالا لتوجيهات المرجعية الدينية العليا. وقال بيان لهيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، حصل الموقع الرسمي على نسخة منه، إن رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة أعلن بأن قافلة طبية كبرى جوا وبرا ستسير لإغاثة الشعب اللبناني. أكيد مواقف العتبة الحسينية هي مواقف يعني الجميع يعلم ما يعني مداها وين توصل، وكل في كل المناسبات. الآن العتبة العباسية وأيضا هام تنفيذا لتوجيهات المرجعية الدينية العليا. العتبة العباسية ترسل مساعدات إنسانية عاجلة للشعب اللبناني. يقول باشرت الأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة بتهيئة ما يلزم لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للشعب اللبناني، وذلك على خلفية الاعتداءات المتكررة للكيان الإسرائيلي على لبنان. هذا ما جاء في بيان للعتبة العباسية المقدسة. الآن لدينا العراق، أعلن عبر وزارة الخارجية العراقية، العراق يدعو إلى قمة عربية وإسلامية لوقف العدوان على لبنان خلال اجتماع وزاري في نيويورك. يقول دعا وفد جمهورية العراق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السيد فؤاد حسين إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان. وقد قدم العراق هذا المقترح خلال اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في نيويورك يوم الاثنين الموافق 23 أيلول 2024 على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. صادف وجود العراق في نيويورك في أمريكا مع حدوث القصف على لبنان، لذلك موقف العراق دائما ما هو يكون موقف مشرف مع جميع الدول العربية اللي الصهاينة تحاول أنه تقصف هنا وتسوي مشاكل هنا، لكن العراق دائما ما يكون موجود مثل ما شفتوا، مساعدات طبية، مساعدات إنسانية، تبرعات، وقود، أكل وشرب، كل ما يلزم تم إرساله إلى لبنان. هذا هو الشعب العراقي، وهذه هي حكومة العراق، وهذه هي مرجعية العراق اللي دائما ما تكون واقفة مع الجميع، وإن شاء الله النصر يكون حليف القوات
اللبنانية وأيضا قوات حزب الله. لدينا أيضا منشور عبر الفيسبوك للسيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الأسبق، يقول العدوان على لبنان أمريكي سلاش إسرائيلي برؤية كيسنجرية وبضبط وقيادة أمريكية، التصعيد لحافة الهاوية بالقتل المفرط لأهلنا لإخفاء هزيمة العدو تمهيدا لصفقة في غزة تنتصر فيها المقاومة عمليا ولتسويق هزيمتهم نظريا. هذا ما جاء في المنشور الخاص بالسيد عادل عبد المهدي عبر صفحته على فيسبوك. مشاهدين الكرام، انتهت منصة الفيسبوك، فاصل قصير وبعدها نتواصل وياكم، خليكم ويانا، لا حد يروح بعيد. منصة الانستغرام وأيضا ما لدينا في هذه المنصة من أحداث تخص الشأن اللبناني وما يحصل في لبنان. خلينا نشوف الفيديو الأول ونرجع بعد. عايش وياكم سادات ميتي وياكم معكم معكم يا بعاداكم يا حسين أنا ذاك المحب خلص شبابه ينتحب فدوى الشباب الأكبر أفني على الشباب أبجيك وانطم على الصدف. طائرات العراق محملة بجميع المستلزمات اللي يحتاجها الأخوة في لبنان تم إرسالها، والجسر لا زال مستمر بإرسال جميع المتطلبات. هذا هو اللي شاهدته أمامكم، الشعب العراقي والحكومة العراقية قلبا وقالبا مع الحكومة اللبنانية. أيضا خلينا نشوف شنو عندنا بعد. هذه المشاهد أيضا من القصف الصهيوني على لبنان، مثل ما تشاهدون في هذه المقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين لك مدى القصف العنيف ووحشية الكيان الصهيوني بقصف الأراضي اللبنانية. خلينا نشوف أيضا شنو عندنا. والله انا هلا والله كنت على سكايب اصابت صحفي لبناني بالمباشر طالع في إحدى القنوات، تمت إصابته من خلال القصف الوحشي اللي صار، ولكن الرد كان قاسيا. خلينا نشوف شلون وثقوا الإسرائيليين وصول صواريخ حزب الله. هذه المشاهد بأجهزة الإسرائيليين وهم يوثقون
الرشقات الصاروخية من حزب الله، الله يسدد خطاهم ويزيدهم قوة وعزم وإصرار في معركتهم الجارية الآن مع الكيان الصهيوني اللي لا راح تفيده قبة حديدية ولا راح تفيده كل هذه الأمور. وخلينا نشوف القبة الحديدية. تحاول، هي تحاول، ولكن لا تستطيع رد هذه الضربات الصاروخية من قبل المقاومة في حزب الله. هذه القبة الحديدية اللي يتحدثون عنها، ولكن الضربات كانت موجودة في عقر دار إسرائيليين. بعد ما تم وصول الصواريخ، خلينا نشوف الصهاينة في مستشفياتهم وين شردوا. يقول لك نيويورك تايمز، أكبر مستشفى في شمال إسرائيل نقل عملياته بالكامل إلى موقف للسيارات تحت الأرض في مدينة حيفا. هذا يبين لك مدى رعبهم ومدى خوفهم ومدى استسلامهم، بحيث يروح يسوي عملياته تحت الأرض. بعض التعليقات حول الموضوع، تعليق الأول من سينا إيمان تقول: لما تكون الأرض مش أرضك، لما تكون الأرض مش أرضك، مو مجبورين يبقون في فلسطين ويستمرون في الاحتلال، خليهم يرجعون لبلدانهم وينعموا بالأمان. قلنا مو مجبورين، مو مجبورين يبقون، بدال ما رايح جوا المستشفى وتتختل، مو مجبور. محمد فؤاد غالب يقول: لا مفر لكم من الوعد الصادق، لا مفر لكم من الوعد الصادق. آخر تعليق يقول: قمة الجبن والخوف، أقسم أنك أوهن من بيت العنكبوت. هذا التعليق كان من أي حلمي بخصوص المنشور اللي تم نشره في صحيفة نيويورك تايمز. تقول: أكبر مستشفى في شمال إسرائيل نقل عملياته إلى تحت الأرض بالجراج، جراج السيارات. الآن لنشاهد الرسائل العراقية بفيديو. المقاومة مو تمرد، بس هي استجابة عميقة ومشبعة بالأمل والتصميم. وتذكروا إن كل ما قام ظالم قاوم شعب. وهي مو بس الرغبة بالحرية، بس هي الرغبة بالحفاظ على هويتنا وتاريخنا وصمودنا. المقاومة هي القلب النابض للأمة، وهالشي ذكرنا إنه الحرية مو مضمونة أبد، ولازم نحققها يوم بعد يوم. الحركات التاريخية العظيمة والنضال من أجل الحقوق المدنية والثورات، هاي كلها شهود على هاي القوة اللي تتحرر من يقرر الشعب إنه يرفع صوته. وبدون مقاومة راح يبقى صوت واحد، اللي هو صوت الظالم. كل بادرة مقاومة، كل مظاهرة، كل كلمة بمنشور أو كتاب هي مقاومة. المقاومة تعلم الأجيال إنه الشرف والشجاعة مو بس بالانتصار، لكنها حتى بالقتال من أجل الحق. بعالم يميل القوة تصير بيه المقاومة فعل حب، حب الحرية وحب العدالة. يعلمنا التاريخ انه المقاومة ما يروح مفعولها هدر، بس هي بذرة كرامة راح نزرعها ونشوف حصادها على مدى السنين الجاية، وانتظروا. هذه رسالة من احدى العراقيات للمقاومة الفلسطينية، المقاومة اللبنانية عفوا، ولما يحصل في لبنان. اكيد يعني هي جبهة واحدة، هي حرب واحدة، حرب الصهاينة والمسلمين، المسلمين ضد العدو الصهيوني الشيطاني. لذلك هي رسالة قد تكون موحدة. لنشاهد ماذا قالت إيناس هنية حول ما يحصل في لبنان. السلام عليكم.
كثير تهديدات وكثير خزعبلات. احنا بنتناقلها انه الشمال حتهجر للجنوب، انه الشمال راح يجوع، وهذه خطه سياسه لتجميع الناس. اكثر من هيك شو بدنا نشوف؟ بالاضافه انه لبنان سوف تصبح غزه 2. ولكن اذكركم بقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طب بعد ما حكوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. دائما تأكدوا أنه لا يجري في ملك الله إلا ما أراد الله، فلا تخشوا العباد ولا تخشوا التهديدات، فقط قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام. هذه كانت رسالة إيناس هنية، ابنة العائلة المجاهدة، العائلة التي ضحت وأعطت الكثير من الدماء في الحرب مع الصهاينة. هذه كانت رسالتها إلى العالم. مشاهدينا الكرام، انتهت منصة الإنستغرام. فاصل قصير ومنصة إكس، خليكم ويانا، لا أحد يروح بعيد. أهلا ومرحبا بكم مجددا في منصة إكس، وأيضا لدينا الكثير من التغريدات حول ما يحصل في لبنان. التغريدة الأولى من عماد آل مسافر، يقول الإمام السيستاني يصف حزب الله بالمقاومين الأبطال. بالفعل. أيضا لدينا أحمد الذواق، يقول من بغداد الكرادة، شاشات الإعلانات ترفع نداء المرجعية العليا لسماحة السيد السيستاني دام ظله، تؤكد فيه دعمها للمقاومة اللبنانية ضد العدوان، نستنفر الجهود لمساندة لبنان، فدماء الأحرار لا تذهب سدى، كونوا معهم يدا بيد حتى النصر. هذه كانت تغريدة أحمد الذواق. دكتور محمد الحسن، هاشتاغ ميسان تلبي النداء، أبناء ميسان الغيارة يلبون نداء الإمام السيستاني وتدفعهم الغيرة على أخوتهم المجاهدين في حزب الله، هاشتاغ معركة كرامة. خلينا نشوف الفيديو. لهم إلا الغدر والغيلة بالمجاهدين. أيضا نجدد في قولنا أن استشهاد القادة في لبنان وفي غيرها من المناطق ما يزيد المجاهدين، لا يزيدهم إلا عزيمة وإصرارا على مواصلة الجهاد في محاربة هؤلاء الظالمين وإزالة هذا الكابوس وهذا الكيان الغاصب عن الأمة. أيضا نذكرهم بقول الإمام زين العابدين عليه السلام، ما القتل، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. أيضا نقول لإخواننا جميعا أننا مستعدون لدعم المجاهدين ماديا ومعنويا، كل الأخوة في كل مكاتبنا في بيسان وفي المحافظات أننا مستعدون لهذا الدعم ولدعم المجاهدين والمجاهدين. نعم، هكذا هي ميسان، ونداء موحد بهيهات من الذلة. أيضا لدينا تغريدة من علي الناصري، بعد دعوة مرجعنا المفدى لإغاثة أهلنا في لبنان، المواكب الحسينية تعلن النفير العام، هاشتاغ السيد علي السيستاني. مواكب الحسينية طبعا، طبعا تعلن النفير العام طبعا يا علي. وفاء تقول إلى كل متصهين شمت بشهداء حزب الله والأبرياء الذين سقطوا بتفجير أجهزة البيجر، ها هو المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله،
يقف معهم ويصفهم بالمقاومين الأبطال ويأمر بمساعدتهم لتخفيف الضغط عنهم. هاشتاج المرجعية تدعم المقاومين. هذا هو ما موجود في إكس وما موجود في التغريدات تخص بيان المرجعية. بيان المرجعية كان بيان حاسم والجميع التزم بهذا البيان، من عتبات حسينية، من مواكب حسينية، من جميع الجهات لبوا نداء المرجعية. دكتور حسن يقول: كنت دائما صمام أمان العراق، واليوم تقف مع لبنان في أزمتها. إنه ابن حيدر الكرار. بكل تأكيد كان ولا يزال المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله هو خيمة العراق والعراقيين، وهو المرجع الأعلى لشيعة أمير المؤمنين، وكلنا فداء له، وكلنا نلبي ما يقول ونطبق ما يقول، فهو مرجعنا. السيد علي السيستاني له وقفة مع العراق في عام 2014 عندما حصلت الفتوى بأمر منه تحرر العراق. تخيل ماكو فتوى، تخيل ماكو فتوى، شنو كان صار بالعراق؟ لذلك الجميع يثق به ثقة عمياء. أيضا لدينا ناصر الدوسري يقول: بدأ النفير العام في العراق، المواكب الحسينية تستعد للتوجه إلى لبنان لدعم الشعب العزيز والمجاهد والصابر بالمواد الغذائية والطبية والمالية بعد فتوى الإمام السيد علي السيستاني دام ظله. يقول: النفير العام بدأ بالعراق، مواكب تستعد والشعب يستعد بالمواد الغذائية والطبية وحتى المالية. يعني أنت تصور مواد غذائية موجودة، طبية موجودة، وحتى أموال، التبرع بالأموال لدعم الشعب اللبناني. هذا هو العراق، هذا هو شعب العراق، هذه هي المواكب الحسينية في العراق، هذه هي المرجعيات في العراق، والعتبات تكون جنبا إلى جنب مع المقاومين ومع كل شعوب العرب. ابن الجنوب يقول: يا شيعة العراق، أنتم دائما السباقون في نصرة الحق ودعم المظلومين. اليوم يقف أخوانكم من شيعة لبنان في ساحات الدفاع، ونحن معهم في خندق واحد، فلنرفع راية الحق ونعمل بتوجيهات سماحة السيد السيستاني لبذل كل ما نستطيع في سبيل هذا الشرف العظيم. هاشتاج المرجعية تدعم المقاومين. هذا هو تغريدة ابن الجنوب. آخر تغريدة من هشام الناصحي يقول: بعد دعوة المرجع الأعلى السيد السيستاني أطال الله بعمره، المواكب الحسينية تعلن النفير العام لإعانة الشعب اللبناني وحاضرة للفزعة. ها احنا العزين بكلهن والبيروت نشد حزام. هذه كانت تغريدة هاشم الناصحي. مشاهدين الكرام، انتهت منصة إكس. فاصل قصير وانتظروا مراسلنا ولنطلعكم على آخر الأخبار والمستجدات. خليكم ويانا، لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدين الكرام. ينضم معنا مراسلنا من بغداد شيبان سامي. حياك الله يا شيبان.
حياك الله. شيبان لك بأن تطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات وما يحصل في لبنان. نعم، يعني بعد أن أصدر مكتب السيد علي السيستاني بيانا بخصوص الأوضاع في لبنان مما يتعرض له من قصف ممنهج على يد الكيان الصهيوني، هذا البيان اليوم حرك جميع الجهات الحكومية وأيضا الشعبية. هناك استنفار حكومي حول تقديم الخدمات والمساعدة الذي طالب بها البيان مكتب السيد علي السيستاني. يعني هناك اليوم يعني كثير من الاستنفارات الخدمية وأيضا الطبية سوف تقدم، ومد جسر بين العراق ولبنان لتقديم الخدمات أيضا الطبية والمساعدات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، يعني اليوم دور الحكومة جدا مهم. يعني اليوم أول حكومة عراقية أو أول دولة عربية تساهم في المساعدات ونقل المساعدات إلى الشعب اللبناني. شاهدنا بالآونة الأخيرة ما يفعله الكيان الصهيوني جراء هذه المحافظة أو المدينة التي في جنوب لبنان، هذه المحافظة التي تأثرت بالقصف وهناك عملية هجرة جماعية. لكن اليوم دور العراق ربما سوف يواسي ما يتعرض له الشعب اللبناني. قبل أيام وقبل 3 أيام كانت هناك مساعدات من الحشد الشعبي والهلال الأحمر بإرسال أطنان من المواد الطبية إلى لبنان، بالتالي هذه المساعدات هي وصلت إلى لبنان. نعم. يعني جراء الحادثة الأخيرة لأجهزة البيجر. الدور العراق مهم، وأيضا اليوم هناك يعني على مواقع التواصل الاجتماعي هناك يعني تغريدات من قبل ناشطين وإعلاميين يدعون إلى حملة كبيرة من أجل نصرة لبنان ومن أجل نصرة أيضا فلسطين، ليس فقط لبنان. هناك حملات اليوم سوف تشهدها المدن العراقية والمحافظات العراقية لتقديم الخدمات للشعب اللبناني. نعم شيبان، كشعب عراقي شلون شاهدت يعني ردة فعل الشعب العراقي وتفاعل مع فتوى المرجعية؟ نعم، هناك تفاعل جدا كبير من قبل الشارع العراقي اليوم. يعني كما تعلم فتوى المرجعية في عام 2014 كانت جميع المحافظات هبت أثر هذه الفتوى، واليوم عندما صدرت المرجعية هذا البيان هناك تفاعل جدا كبير من قبل الشارع العراقي، وأيضا هناك اليوم يعني استعدادات جدا كبيرة من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني. كما ذكرت وأنه هناك اليوم يعني جميع الناشطين وجميع الإعلاميين هي اليوم تغرد وتنشر منشورات بأن جعل جميع الشعب العراقي أن يتكاتف مع الشعب اللبناني، بالإضافة إلى تغريدة السيد حسن نصر الله بأنه شكر دور المرجعية مما تقدمه من مساعدات إلى لبنان. نعم شيبان، أنت تعرف الآن ونحن نتحدث القصف مستمر على الأراضي اللبنانية، اليوم كإعلام شلون نقدر نوصل رسالة إلى العالم؟ نعم، اليوم يعني تضافر الإعلام جدا ضروري من أجل إيصال الرسالة الحقيقية إلى الجميع الدول مما يتعرض له الشعب اللبناني من انتهاكات واضحة على يد الكيان الصهيوني. اليوم شاهدنا بأنه تفاعل كبير من قبل وسائل إعلام عدة بأنها هي تقدم اليوم المعلومة الحقيقية والمعلومة الدقيقة من خلال يعني الدعم الإعلامي إلى لبنان. اليوم دعم، يعني نتحدث عن الدعم بأنه العراق اليوم هو جدا داعم، إن كان على المستوى الإعلامي، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، داعم وبصورة جدا كبيرة على القضية التي تحصل في لبنان أو الهجوم الذي يحصل في لبنان. دور العراق هو طبعا كما ذكرت بأنه هو أول دولة عربية اليوم هي تساهم في نقل المساعدات وأيضا تساهم في مواساة الشعب اللبناني. أيضا في بيان المرجعية الرشيدة بأنه دعوا الأمة الإسلامية أن تدعو لهذا الشعب لما يتعرض له، وأيضا هناك تفاعلات جدا كبيرة حول هذا البيان، تفاعل عراقي وأيضا تفاعل عربي حول ما يقدمه العراق من خدمات إلى الشعب اللبناني. نعم شيبان، طبعا اليوم رئيس الوزراء فتح سمة الدخول
وأعلن عن يعني استقبال كل الجرحى والمصابين في لبنان، وأيضا قام بإرسال المواد الطبية والمستلزمات الطبية. هل وصلت هذه المستلزمات إلى لبنان؟ حدثني أكثر عن هذا الموضوع. نعم، يعني المستلزمات الطبية التي أرسلها العراق هي وصلت إلى لبنان، ودور رئيس الوزراء اليوم هو يعني بمساعدة لبنان، يعني دور جدا مهم. هناك مطالبة أيضا من دولة رئيس الوزراء بأنه يتم اجتماع في نيويورك لاجتماع الدول العربية بخصوص وقف اطلاق النار الفوري في لبنان. هناك أيضا مطالب كبيرة من أجل وقف اطلاق النار في لبنان، ودور الحكومة العراقية اليوم هو يعني مشرف بصراحة حول ما يحصل في لبنان. هناك أيضا العديد من الوسائل الإعلامية هي تدعم ما يقدمه العراق من مساعدات إنسانية وطبية. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا من بغداد شيبان سامي، قد أطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات فيما يخص الحرب. نعم، هي حرب من كل الأصعدة، هي حرب ضد الشيطان الكيان الصهيوني، وأكيد النصر سيكون حليف الأخوة المقاومين الأبطال في لبنان. الله يرحم كل الشهداء، وإن شاء الله يعني الشفاء لجميع المصابين والجرحى. وكشعب عراقي نحن معكم، مثل ما وقفنا مع فلسطين نقف مع الشعب اللبناني. مشاهدين الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إيتاج، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة في أمان الله.